مشاهدينا الاعزاء، برحب بحضراتكم من جديد. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره وان شوت. فقره وان شوت طبعا بنركز فيها على كل اللقطات الايجابيه او اي خبر ولقطه معانا النهارده مهمه جدا من داخل نادي اتحاد جده، واللي شهدت تدريبات الفريق امس احتفال نجوم الفريق بقدوم المولود الجديد لنجمنا المصري احمد حجازي، والذي اطلق عليه اسم ريان. وكان احمد حجازي مدافع اتحاد جده قد اعلن يوم الاربعاء الماضيين استقباله مولود جديد، ونشر صورة مع مولوده الجديد وعلق: الحمد لله ربنا رزقني بريان، أسأل الله أن يجعله ذرية صالحة. وطبعا هو حجازي كابتن فريق يعني اتحاد جدة، ويمكن النادي عمل له تورته خاصة احتفالا بالمولود الجديد، والمدافع المصري واحد من الناس المميزين جدا في هذا النادي، ويمكن الاحتفالية دي بتعبر عن حب وتقدير هذا النادي لهذا النجم. ويستعد طبعا الاتحاد لمواجهة مهمة جدا مضيفة مع ضيفه فريق الفيحاء المقرر لها مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 29 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري السعودي. طبعا بيقترب فريق الاتحاد جدة السعودي المحترف فيه ضمن صفوفه 2 حجازي وطارق حامد من تتويج اللقب الدوري المحترفين للموسم الحالي 2022-2023. إذ أنه يحتاج حصد بس 3 نقاط فقط من آخر جولتين لحسم اللقب رسميا، وتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 66 نقطة، يليه النصر بكرة كريستيانو رونالدو 63 نقطة، ثم الشباب ثالثا برصيد 53. طبعا صراع بين النصر وطبعا اتحاد جدة، لكن كل الأمنيات والتوفيق لنجومنا ونجوم نادي اتحاد جدة. يمكن هنا خلصت حلقتنا النهاردة من أخبار أون تايم. أتمنى نشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة جديدة من أخبار أون تايم، وإلى اللقاء.